في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث وفي الصحيح، المراد من الصحيح هنا هو صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. من القائل؟ هم الكفار من قوم نوح عليه السلام. قال بعضهم لبعض: لا تذرن آلهتكم، هذا من باب التواصي على الباطل. لا تذرن، لا ناهية، فإن كبراءهم ينهون من دونهم أن يدعوا آلهتهم. لا تذرن أي لا تتركن ولا تدعن آلهتكم أي معبوداتكم. ولا تذرن ودا ولا سواعا، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، هذه أيضا ناهية ثانية، ناهية، ودا ولا سواعا، ولا سواعا هذه زائدة توكيد، ولا يغوث كذلك هنا زائدة بدليل ما بعدها، ما الذي بعدها؟ ويعوق ونسرا. وذكر هذه الأصنام ود سواع ويغوث ويعوق ونسر هو من باب ذكر الخاص بعد العام، فأفاد أن لديهم آلهة كثيرة وأن من أعظمها هذه المذكورات: ود سواع ويغوث ويعوق ونسر. والشأن في هذا مثل الشأن في فرعون، فإن فرعون زعم الألوهية لكنه جعل له آلهة صغارا، فقوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لأنه في نظري هو الإله الأعظم الأكبر. ولذا قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ففهم أن هناك آلهة تابعة لفرعون وأنه أمر قومه أن يعبدوها وأن عبادتهم لها هي عبادة له لأنهم أطاعوه. ولا تذرن ودا، لو قلنا إنها زائدة ما بعدها إذن ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين. قال: وهذه اسم الإشارة يعود إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. أما ذكر هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، قوله هذه أسماء رجال، رجال إذن ليسوا بإناث وليسوا بحيوانات ولا طيور، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. من قوم نوح من هنا إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون للظرفية، فإن كانت للتبعيض فهم جزء وبعض من قوم نوح، وإن كانت للظرفية فيكون السياق هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، وهذا الثاني أظهر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما صدر حديثه هذا، وهذا الحديث مختصر، فإنه قال رحمه الله: كانت الأوثان في قوم نوح ثم انتقلت إلى العرب، فجعل يفصل رضي الله عنه هذه الأصنام إلى من انتقلت إليه من القبائل، ثم ذكر هذا الأثر: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. فلما هلكوا، لما هنا أداة وجود لوجود، هنا تجد أن ما بعد لما فعل ماضي ليس مضارعا، إذن ليست الجازمة، هنا لا توجد إن قبلها إذن ليست أداة استثناء، فبقي أنها أداة وجود لوجود. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، فيكون المعنى وجد إيحاء الشيطان لما وجد هلكوا،
فلما هلكوا يعني ماتوا، وهو هلاك حقيقي، هلاك للأبدان، لأن الهلاك قد يكون هلاكا في الدين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كذلك إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، إذن الشيطان يوحي، عنده وحي لكنه وحي وسوسة. أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا، أن تفسيرية بمعنى أي، فإذا حذفتها ووضعت أي اتسق الكلام في غالب الأحوال، لأن بعض علماء النحو لا يرون أن هنا تفسيرية، فيكون المعنى أوحى الشيطان إلى قومهم أي أنصبوا، لكن ما علامة أن التفسيرية؟ أن يأتي قبلها معنى للقول من غير حروفه. أين معنى القول هنا؟ أوحى، فأوحى يتضمن القول، يتضمن معنى من معاني القول، لكن هل هو بحروف القول؟ لا. هل قال قال الشيطان؟ قال أوحى الشيطان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أين معنى القول في الآية؟ البعث، لأن البعث الذي هو الإرسال يتضمن القول. أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، معنى هذا الكلام أن الشيطان أوحى إليهم أن يجعلوا أشياء مرتفعة بارزة في مجالسكم على صورة هؤلاء الصالحين، فإذا جلستم في هذه المجالس ورأيتم صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر زادكم تذكرة وإقبالا على العبادة. والأنصاب هنا الأوثان، أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ففهم أن الأنصاب هنا الأوثان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب هي الأوثان، فقال تعالى في سورة المعارج: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداد سراعا، كأنهم تشبيه لحالهم في الدنيا، كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب مما يتقربون به إلى أصنامهم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا أنصاب، وهي الأصنام، أصنام على صور، أليس كذلك؟ بلى. ففهم من هذا فيما ذكره في أول ما ذكره مما لم يذكر هنا، قال: كانت الأوثان في قوم نوح، دل على أن الأصنام أوثان، وسموها بأسمائهم، بمعنى اجعلوا هذا النصب لود، وهذا سواع، وهذا ليعوق، وهلم جرة، ففعلوا، وأتى بالفاء هنا وهي تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على أن ابن آدم سريع التأثر، فإنه بوصول هذا الإيحاء من الشيطان فعلوا، فهي هنا للترتيب والتعقيب، وقد تكون للسببية، فعلوا بسبب هذا الإيحاء، كما قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. سبب القضاء عليه أنه وكزه، ففعلوا ولم تعبد. ولم أداة جزم تلزم الفعل المضارع وتقلبه، هنا تعبد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ولم تعبد قلبته من الحاضر إلى الماضي، هل وقعت العبادة؟ لا. من هذه الجملة ولم تعبد وقعت العبادة؟ لا، لم تقع. إذن هذا دليل على أن لم تقلب الفعل المضارع إلى المضي، تقلبه من الحاضر إلى الماضي. حتى إذا هلك أولئك، أولئك من؟ الذين أوحى إليهم الشيطان بأن يصوروا صورا لهؤلاء في مجالسهم، ونسي العلم، عبدت
فقوله ونسي العلم ضبط عند البخاري ونسخ العلم، وفي رواية تنسخ العلم، ولا تعارض بين هاتين الروايتين، لأن من معاني النسخ الرفع والإزالة. وهذا الأثر كما ذكر هو أثر ذكره البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا تفسير من ابن عباس لهذه الآية. وقد قيل بأن تفسير الصحابي في حكم الحديث المسند، أي في حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ذلك الحاكم رحمه الله في المستدرك، وقال إن الشيخين البخاري ومسلما يريان بأن تفسير الصحابي من قبيل الحديث المرفوع. وقد أجاب ابن الصلاح رحمه الله وغيره فقال هو مرفوع إذا كان في أمر ليس للرأي فيه مجال، وأما إذا كان تفسيره عن طريق النظر في اللغة فيكون في حكم الحديث الموقوف على الصحابي. وأما تفسير الصحابة فلا شك أنه حجة،